السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. دلوقتي احنا هنسجل أول لحظة لكلب كين كورسو، جبان جدا وخواف جدا، وطبعا عنده رهبة شديدة جدا جدا. أول لحظة في الشراسة، احنا النهارده قربنا معاه في الطاعه وتعاملنا معاه وسلمنا عليه والحاجات دي كلها وقعدنا معاه وكان الموضوع جميل جدا معاه، ولا ان في ناس هنا بتحبه. دلوقتي هنبدا بقى نبدا ندخل يوسف ومسعود، طبعا معانا هم قاعدين مجهزين نفسهم بالاسلحه القناصه. تمام، هنبدا ندخلهم يشربوا شاي ايه، هنبدا ندخلهم دلوقتي على سيزر وعايزين نشوف رد فعله ايه مع اول مقابله ان في حد يهاجمه. الكلب ده مفيش حد هاجمه قبل كده خالص، مفيش حد حاول معاه خالص، صاحبه ما كانش مديله الفرصه ان هو حد يشغله، حد يشغله. الكلب كان ساعات بيهوى وبيقول انا كنت بنسمعه بيهوى ومن الشهر للشهر مره، يعني مش كلب حراسه، ما كانش ليه اي داعي في البيت. دلوقتي احنا مطلوب مننا ان احنا نحول سيزر لكلب حراسه يكون شخصيته قويه. وتخيلوا كلاب الكين كورسو تعتبر اقوى الكلاب، اللي بنسمع عن المثل اللي بيقول ايه، اربعه منهم يهجموا على اسد ويموتوا اسد. الكين كورسو كلب قوي جدا، بس لما يكون متدرب صح واخد تأهيل من صغره. تعالوا نبدا مع سيزر كده ونشوف رد فعله ايه وشكله بيتحول ازاي لما يجي يخش عليه ونشوف. وطبعا دي البدايه، ومش وطبعا مش عايزين نحكم على الحلقه دي يا جماعه، عايزين نحكم في النهايه في الاخر الكلب وصل لايه واتغير ازاي. يلا باشا. طبعا انا عايز نسجل اللحظه دي، تمام، لما يكون مسعود داخل ونسجل نظرات الكلب. غير يوسف، يوسف عايزك شغال مع كين كورسو شويه، قرب للرصيف. طبعا هو قاعد متفرج بس يا جماعه، بيتفرج على المهاجم وهو داخل. تاني الكلاب الباقية بصوا يعني بتعمل شغال. نلاحظ كده يا جماعة لو ركزنا شوية مع الكلب هنلاقي ان الكلب بيرتجف، خايف جدا، مرعوب، مرتبك، قلقان. طبعا خش تاني كده من هنا كده، شايفين الخوف فيه عامل ازاي؟ طبعا كمية خوف رهيبة في الكلب، الكلب قلقان من اللي قدامه، قلقان من المهاجم وهو داخل. خش تاني. ايوه نفس الحركة، نفس الحركة. اقعد في الارض تاني. تمام،
جماعه جسمه شايفين جسمه بيرتعش بدرجه رهيبه جدا. بصوا واخدين بالكم طبعا هو قلقان من المهاجم. طبعا لو لاحظنا تحت منه كده بدا ان هو يعمل حمام ميه. خش كده خش 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 هنا. طبعا بدا ان هو يتحرك كده ويعمل حمام ميه يا جماعه. يعني خوف شديد جدا عند الكلب. شايفين نظراته وشه طبعا واضح جدا الخوف. خش يا يوسف تاني. واضح الخوف جدا. زي اللي بيقول لك بالظبط. ده مش مكاني ولا ده مجاني. طبعا هو بيستغرب جدا التفاعل عنده ضعيف جدا جدا جدا. يعني هو بيقول لهم ايه؟ انا مش تبعكم يا جماعه. عارفين هو لو بينخض هيشتغل، لو بينخض هيشتغل بسرعه، هو ما بينخضش. المهم لما تضرب بالكرباج اضرب على الرصيف جنبه، يعني ايه؟ ما تضربش بعيد. ايوه لما تضرب جنبه بينخض. يلا لو زام ارجع اجي. ايوه الله ينور عليك، اضرب جنبه شغال. جنبه هو بيبقى متخيل ان ممكن تيجي عليه. ايوه 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 نظرات الغدر دي. خش تاني. تاني يلا هيقوم وحياتك لا يقوم. اعمل حمام ميه على نفسه. هات له بامبز يا مسعود. يلا يا باشا. اربعه بس. اربعه كمان مرة. طبعا هنستكفى لحد كده يا جماعة النهاردة معاه، لان كده دي عبارة عن تنويه او تنبيه له باللي هو هيعمله بعد كده، ان في اعداء ليه. تمام. طبعا بعد ما بنخلص كده بنبدأ انا نخش نطبطب على الكلب ونشجعه ونطمنه والكلام ده كله. تابعوا معانا عشان الكلب ده زي ما انتم شايفين في البدايه عامل ازاي، ودي حلقه مهمه جدا عشان تعرف احنا بنوصل للنتيجه النهائيه ازاي. تحياتي لكم جميعا، مليون مسا عليكم، كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.